طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراه كره قدم ممتعه، لان الاجواء رائعه بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعه في المدرجات، سماء صافيه، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكره قدم. مشهد غير عادي، رائع هنا في ملعب سايتاما، واحد من علامات كرة القدم في القارة الآسيوية. نستمع الآن وإياكم إلى النشيد الوطني لفرنسا. ها هي البداية إذن. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحاول أن يلعب كرة بينية، لمسة بينية، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، كرة إلى الأمام، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، إمكانية مرتدة الآن، يندفع بقوة إلى الأمام، يمسك الحارس بالكرة، يبحث عن المهاجم. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كريم بنزيما يحاول تمريرها من بين بابي. جول لفرنسا. انهاء بشكل رائع في موقف واحد على واحد. فرنسا له الأسبقية في التسجيل. يسعى اللعبها مباشرة إلى الأمام، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى، كرة طويلة للأمام، مبابي يلعبها طويلة، كريم بنزيما تلعب الكرة جميلة، جول. إيش من كرة، من تألق، من أداء كبير، من ثنائية في ظرف دقيقتين. هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. النتيجة 2-0. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين. بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة، من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن بابي يلعبها في المرمى. كل شيء بهذا الهدف، مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة. قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كرة. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، 3 أهداف مقابل لا شيء. ضغط قوي وينجح في استعادتها، يسدد من مسافة بعيدة، تسديدة جميلة، أدريان رابيو. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة،
لينجليت. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. أدريان رابيو. ليمار يلعب العرضية. الكرة ملعوبة من مسافة. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. أعتقد أنهم يقدمون أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاء، وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. ننطلق مع بداية الشوط الثاني. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. أدريان رابيو يلعبها لمنطقة الخطر. يلعب الكرة البينية. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. هجمة مرتدة الآن. الله ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام. كرة طولية في المساحة الخالية. يحاول لعب الكرة العرضية إلى المنطقة من هنا في هذا المكان، ويعود بالكرة. بول بوجبا. يتوقف اللعب في هذه الأثناء مع أيضا مع إجراء تغيير. صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. بوليفيا يقوم بتغييرات بالجملة هنا. يحصل عليها أدريان رابيو ويمر رابيو. يا إلهي، جول! سيطرة تامة بالطول والعرض، يلعبون كرة القدم التي يريدونها. الخصم تقريبا لا يمكن له أن يفعل شيء في هذه المباراة، مستسلم تماما. لم يكن عنده الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. الكرة ملعوبة من مسافة. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. يحاول كريم بنزيما. الله يا ولد، هدف غير عادي. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. بهذا الكم من الأهداف، بهذا الفارق، أصبح العودة بالنسبة للخصم أمر صعب جدا، إذا لم يكن مستحيل. يلعب كرة على اليسار. كرة عرضية. أرضية. بول بوجبا. مبابي يبحث عن زميله. يمر ويلعب كرة بينية. وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. ف...
فريق الخصم كان يعاني هذا اليوم، بدالي أنهم واجهوا إعصار، لم يكونوا ثابتين متماسكين، انهاروا سريعا وبعد ذلك خسروا هذه المباراة. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه اللقاءات؟ بالتأكيد لا نحب نهايتها، كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتأكيد.